مصطفى سطوحي مراسلنا من المنصورة. مصطفى اهلا بيك. حقيقة أستاذ وائل، أنا حيث الآن متواجد داخل جماعة المنصورة حالة من الفوضى الحارمة. القوات الأمن قامت باقتحام الآن جماعة المنصورة حيث طلاب الإخوان المسلمون طلبوا تحسين كلية الطب. كما تسمع أستاذ وائل، قوات الأمن المركزي الآن تحاول مفارضتهم والقبض عليهم. أستاذ وائل، الوسط الآن سماع ضوئي إطلاق نيران كما تسمع أستاذ وائل. يا جماعة تجنبوا. طيب مصطفى، مصطفى ده اصوات قنابل مسيله للدموع يعني ولا ايه؟ لا يوجد ايضا اطلاق خطوش من جماعه الاخوان المسلمين استاذ وائل. لا، كل الشرطه تتعامل معه بالقنابل المسيله. يعني الاخوان يطلقون الخرطوش من داخل الجامعه ولا من خارج الجامعه يا مصطفى؟ داخل الجامعه الان استاذ وائل. قوات الامن المتواجده بالجوار الان تحاول مطارده الطلاب الاخوان المسلمين الذين يحاولون عمل فوضى عارمه داخل الجامعه، والطلاب ايضا يمتحنون اليوم. طيب في كل الاحوال، لانه استاذ ابو العز انت لانك بتقول بلاش لا، هنا في بعض المناطق نتوقع انه يحصل فيها مشاكل لابد ان نواجهها ولابد ان